طيب خلينا نروح مع حضرتك لمنشط آخر معانا. رئيس الوزراء يفتتح أول منتدى لرؤساء هيئات الاستثمار في الأفريقية من 11 ل 14 يونيو، وده تحت شعار التكامل من أجل النمو، ويضع خريطة تحفيز الاستثمار داخل أفريقيا بمشاركة وزراء ورؤساء هيئات استثمار ب 34 دولة أفريقية. تفاصيل الخبر بتقول يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية اللي بتنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الفترة من 11 ل 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية، بالإضافة إلى ممثلي كبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية. وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمارات أن استضافة مصر للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في أفريقيا بيأتي مكملا لجهود الدولة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وسيمثل ركنا أساسيا في خطة تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين هيئات الاستثمار الأفريقية وتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة. يعني رؤية حضرتك لهذا المنشط، وطبعا نتكلم عن هذه أو هذا الشعار أو هذا المنتدى الأول اللي يكون موجود في شرم الشيخ من 11 ل 14 يونيو. بص يا حضرتك، أنا انطلاقا من الخبر الأولاني، إذا كنا في الخبر الأولاني بنتكلم على المستوى الداخلي، أنت في هذا الخبر أنت بتتكلمي عن النشاط الخارجي، أنت بتتكلمي من عدة محاور في هذا الخبر. أول خبر بيقول أن مصر عادت وبقوة إلى الساحة الإفريقية. انت في الساحة الافريقية لم يعد الامر مجرد كلام او مجرد لقاءات او مجرد بروتوكولات بيتم هنا وهناك، لا، انت دلتي في عالم المصالح، عالم الاستثمار، مش راحة بس تستثمري هناك، لا، ده انت بتعملي حركة تعاون كبيرة جدا بين دول القارة. دور الام اللي بتحتضن كل ابناء، بتديهم خبرات من جهة، بتفتح لهم بيئة مناسبة لتبادل الخبرات، بيئة مناسبة لتبادل الاستثمارات، بيئة مناسبة لقاء، بتعملي حلقة وصل بين الأشقاء وبعضهم وبينك وبين الأشقاء. ده الدور المحوري لمصر، وده الدور اللي كانت مصر بتعمله لفترات طويلة. نقلة نوعية، احنا كنا مثلا في الستينات الدور المصري بين مصر وكل دولة على حدة، مثلا بتدعمي دولة ما في حركة التحرر من الاستعمار، بتدعمي دولة ما في حركة التنمية. انت الآن انتقل الدور من الدور المصري لأحد الدول أو الدور المصري لبعض الدول إلى أنك تفتح المجال للتعاون دول وبعضها بين دول القارة الإفريقية وجذب استثمارات من الخارج. انت قاعدة بتعملي جلسات عمل مكثفة بتجمعي فيها الخبرات الأفريقية كلها مع بعض، بتفتحي مجال لأفريقيا أمام العالم. إذا كانت في الجغرافيا بنقول إن مصر القارة الأفريقية، فأنت عاوزة تقولي في هذا المؤتمر وما سبق من مؤتمرات رعتها مصر إن مصر هي بوابة بوابة الاستثمار لأفريقيا. هيتم ازاي دوت؟ هيتم من خطوات عمليه. واحد، انك انت في صلب الموضوع انك انت تعملي مؤتمر لجذب الاستثمارات، انك انت تعملي مؤتمر لجذب العقول، تعملي مؤتمر لتبادل الاستثمارات البينيه بين دول القاره الافريقيه بعضها وبعض، انك انت بتعملي مجال جذب الاستثمارات الخارجيه الى القاره الافريقيه ودول القاره الافريقيه. لم تستوزي على الاهتمام والعمل لمصلحتك الخاصة فقط، لا، ده دور مصر بقى الأساسي اللي هو بيفرق عن أي عن الكثير من القوى الإقليمية في المنطقة. إن مصر دايما بتشتغل مش لوحدها، لكن بتشتغل للآخرين. فأنت بنظام عملي، أنا يا جماعة مش عاوز أتقدم لوحدي، أنا مش عاوز يحصل تطور اقتصادي لوحدي، أنا مش عاوز أكون الدولة الأولى تنمويا في القارة، لا، ده أنا بجيب لكم الخير معايا،
انا عاوز كلنا نبقى كويسين، كلنا يبقى فيها حركه تنميه، كلنا يبقى فيها حركه استثمار، وانا بديكم خبراتي وفي نفس الوقت بفتح المجال للاشقاء ان هم يتبادلوا الخبرات مع بعض ويبداوا يتفقوا ويعملوا اتفاقيات مع بعض، واي تقدم في افريقيا بيصب في مصلحه مصر. ده لاني زي ما قلت لحضرتك وقلت للساده المشاهدين ان مصر دائما انها مش انا الاول فقط ومن بعد الطوفان، انا الاول بس ومع الاخرين. الكلام ده بيتم على محور الافريقي الان، وقبل كده بيتم على المحور العربي. يعني احنا شفنا حتى في الصراعات العربيه اللي كانت موجوده في المنطقه مصر كان ليها دور مهم جدا في تجميع الشمل من جهه، وفي نفس الوقت الحفاظ على كيان كل العربيه اللي دخلت. خليني عكس بعض القوى وبعض الدول اللي كانت بتسعى لتخريب هذه الكيانات، مصر بتقول لا انا مع الحفاظ على استقرار كل دوله. صحيح.